البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. وأنا أيضا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين، كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه إذا قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس، أفلستم بشريين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ بل خادمان أمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركته علينا أمين. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا، كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة، وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة، لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين بالأعمال الصالحة، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بغنى دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. إبراكسيس. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا، اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولنا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه،
وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل. لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكية مع بولس وبرناباس. يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكية وكيليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها. فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد، واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا. وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. حبيبي 29 بشنس، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. النهاردة الكنيسة تحتفل بتذكار الأعياد السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة، ورتبت الكنيسة إنها تعيد كل يوم 29 في الشهر القبطي بتذكار الثلاث أعياد في فترة حمل العذراء مريم بالرب يسوع، يعني ما عدا شهري طوبة وأمشير اللي يرمزوا للناموس والأنبياء، علشان هما قبل 29 برمهات اللي تمت فيه البشارة بميلاد ربنا يسوع لغاية 29 كيهك اللي اتولد فيه المخلص. أما الاحتفال معاهم بالقيامة لأنه نفس التاريخ اللي قام فيه ربنا يسوع المسيح من الأموات في يوم 29 برمهات
سنة 34 ميلادية، يصلى اليوم بالطقس الفريحي، ولا يكون فيه صوم انقطاعي ولا مطنيات. بركة مخلصنا الصالح تكون معانا، آمين. وكمان زي النهاردة من سنة 175 للشهداء اللي بتوافق سنة 459 ميلادية، تنيح القديس سمعان العمودي. اتولد في أنطاكيا بسوريا من أبوين مسيحيين، وهو الوحيد اللي عاش من بين إخواته، فساعد والده في رعاية الأغنام، وكان بيقدم الأكل بتاعه للمساكين والمحتاجين. وفي يوم من الأيام وهو بيصلي في القداس، سمع فصل إنجيل التطويبات اللي أوله طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون، إلى آخره. وكان عمره 13 سنة، فقرر إنه يحاول ويجاهد علشان يقتني الفضائل الجميلة، وواظب على حضور القداسات والصلاة والصوم. ولما انتقل والده وزع كل أمواله على الفقراء والمساكين، وكان بيروح لمدة سنتين عند أب راهب ناسك علشان يتعلم منه حياة الرهبنة. وفعلا دخل دير بين أنطاكيا وحلب، وأصبح أبونا سمعان راهب عايش حياة النسك والتقشف والجهاد الروحي لمدة 10 سنين. وبعدها خرج للجبل وعاش في مغارة، وبعدين عاش في قلاية 3 سنين، وبعدها طلع لقمة جبل. ومن كتر الناس اللي كانوا بيزوروه علشان ياخدوا بركته، شعر انهم بيعطلوه عن صلواته، فبنى عمود عالي وعاش فيه حياة النسك والعبادة والتقشف، وعلشان كده يلقب بالقديس سمعان العمودي. وكان بيخرج للناس وبصلواته ربنا بيشفي المرضى، وبيكلمهم بالنصائح الروحية والتعاليم الكنسية. وكمان كان بيدافع عن العقيدة الأرثوذكسية، وبعت رسائل للملوك ورؤساء الكهنة ضد الهرطقات اللي هي التعاليم المخالفة للإيمان والعقيدة. ولما أكمل القديس سمعان العمودي جهاده الصالح، تنيح بسلام، وكان عمره 70 سنة، قضى منها 37 سنة فوق العمود. وصلوا عليه واتنقل جسده من أنطاكيا للقسطنطينية، وهو حاليا في كاتدرائية عظيمة في مكان نسكه، واسمه جبل سمعان، وهو دلوقتي اسمه جبل الشيخ بركات في شمال سوريا. بركة صلوات القديس سمعان العمودي فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر، بركات على جميعنا، أمين. استمع يا الله طلبتي، اصغي إلى صلاتي، على الصخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا. هللويا.
مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذان. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذان. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفان؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح، فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله، لا يقدر أن يكون لي تلميذان. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة، فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع.